عادت هيئة التفتيش التابعة لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي إلى العاصمة اليونانية أثينا يوم الأربعاء للنظر فيما إذا كان يحق لليونان الحصول على الحزمة الخامسة من المساعدة المالية والمقدرة قيمتها إجمالا ب 110 مليارات يورو في يونيو حزيران القادم. في السياق ذاته، واصل الموظفون بمصلحة البريد الحكومية هيلينيك بوست بانك احتلالهم مكاتب عملهم لليوم الثاني على التوالي احتجاجا منهم على خطة الحكومة لبيع المصلحة إلى القطاع الخاص.